شويع بعد ظهر اليوم جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي لطفي الذي وفاته المنية أمس عن عمر نهز 83 عاما. كانت رئاسة الجمهورية قد نعت الفقيد وأشادت بتفانيه في عمله، وقد نعى مجلس الوزراء الفقيد معربا عن تقديره الكبير لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة في سبيل خدمة الوطن هذا. وقد شغل لطفي منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 1986 وحتى عام 1989، تولى بعدها رئاسة مجلس الشورى.